مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن نهايات السلطانات العثمانيات، وسنجيب عن سؤال: كم عاشت أشهر السلطانات العثمانيات؟ قبل أن نبدأ، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع من قد يهمه هذا الموضوع. أطول السلطانات عمرا، سنتحدث طبعا عن زوجات السلاطين الأشهر في تاريخ الدولة العثمانية. البداية ستكون مع هومة خاتون، والدة السلطان محمد الفاتح، والتي عاشت 39 عاما فقط، وتعتبر من أشهر السلطانات لأنها والدة السلطان الفاتح. أما أغلب السلطانات فقد توفين في الخمسينات من أعمارهن، واشتركت كثيرات منهن في الوفاة في سن 56، حيث توفيت كل من السلطانة عائشة حفصة، السلطانة خرم، السلطانة تورخان، والسلطانة نخشديل، في أن سنين حيواتهن قد توقفت في 56. فتوفيت السلطانة حفصة وفاة طبيعية، فيما تدهورت صحة السلطانة خرم إثر وفاة ابنها جيهانكير، وعانت كثيرا في أديرنا لتوافيها المنية في هذا العمر. وهناك روايات طبعا تقول بأنها ربما قد ماتت مسمومة، إلا أن الرواية الأصح والأقرب للعقل أنها توفيت وفاة طبيعية، وذلك جراء مرض ألم بها في نهايتها. ونفس الشيء، فقد توفيت كل من تورخان ونخشديل، وغير بعيد عنهن بكثير توفيت السلطانة نوربانو وهي تبلغ 58 من عمرها. أشار الكثيرون إلى أنها قد توفيت وفاة طبيعية، إلا أن بعض المؤرخين ذكروا أن هنالك شبهة قتل في وفاة السلطانة المفاجئة، حيث شوهدت إحدى جوار السلطانة صفية تهرول مسرعة بعيدا عن جناح السلطانة ليلة وفاتها، ولم يرد السلطان مراد الثالث أن يفتح تحقيقا في هذا. نأتي الآن إلى السلطانات التي توفين في سن 62 تقريبا، وهن السلطانتين ديلاشوب وكوسيم. توفيت السلطانة ديلاشوب وفاة طبيعية، فيما يعلم الجميع الطريقة البشعة التي توفيت بها السلطانة العظيمة كوسيم، فأن السلطانة الأم تم قتلها وخنقها بطريقة لم تحدث من قبل في تاريخ الدولة العثمانية. وأكثر منهن بقليل، أي في سن 63، توفيت بدار خاتون زوجة السلطان عبد الحميد الثاني. وفي سن 69 كانت نهاية السلطانة صفية، حيث تعكرت صحتها إثر سفرة قامت بها، وأرجح الكثيرون سبب وفاتها إلى سكتة قلبية أو نزيف دماغي، فيما تحدث البعض عن إمكانية تسميمها لوفاتها المفاجئة والغامضة. أما السلطانة جولنوش فقد توفيت في سن 73 من عمرها، ولقد كانت وفاتها وفاة طبيعية في عهد ابنها الثاني. ونذكر من السلطانات التي توفين في سن 74 نازك إدا قادين، وهي زوجة السلطان محمد الخامس بيريستو قادين، والتي تبوأت منصب السلطانة الأم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وبرتيفينال قادين وهي زوجة السلطان محمود الثاني. وأما أطول السلطانات عمرا فهي السلطانة مهدوران زوجة السلطان سليمان القانوني، والتي عاشت 81 عاما وتوفيت لأسباب طبيعية. هذه هي أعمار أشهر سلطانات الدولة العثمانية. طبعا لا يمكننا أن نتحدث عن زوجات كل السلاطين لأن عددهن كبير جدا، إلا أننا قدمنا في هذا الفيديو أشهر السلطانات وأعمارهن وأسباب وفاتهن. أتمنى أعزائي أن يعجبكم هذا الفيديو، وتحياتي لكم. أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.